داخل هذه البناية الهشة الواقعة بحي سطال في غليزان تعيش هذه العائلة المتكونة من 8 أفراد ظروفا معيشية واجتماعية قاسية بعد أن أصبحت تصارع مرارة الحياة بسبب الفقر المدقع الذي تعاني منه منذ عدة سنوات. سمحنا 8 تاع نفوس أنا وباباهم والسوليدات وكتشوف الحالة ما أنا لاحقين حتى حاجة والسكن هذا مش تاعي. العيشة نهار كاين ونهار ما كاش، أنا ما نخدم ولا الدار ما يخدم، ما كان حتى واحد يحن فينا ويعطينا الماكلة وما نش لاحقينها. هذه حسبك هذه ربع شهر ولا نفطروا كانتي ونتعشاو حتى راه مريضين من الكرش. ما نش لحقي ربي راه يشوف ولدي حاشا كي يروح لديك للزوبيه هذيك حاشا كي لقات مسكين البلاستيك اللي كنت تشوفه والله لا راه بالحفا. ما زاد من غبن هذه العائلة هو مرض الوالدين، فالوالد يحتاج إلى عملية جراحية على مستوى العين بعد أن ضعف بصره وأصبح لا يقدر على العمل، فيما تعاني الوالدة من عدة أمراض مستعصية. وأنا عندي العملية والله غالب راه ما لحقت لهاش، وكان ندير العملية هذه شما نولي إن شاء الله بربي نولي نخدم ويسيبوني إن شاء الله بربي كما نقولوا خدمة ونستقر. أنا مريضة عندي القوات عندي السكر والكيلة، طالبة الناس المحسنين تاع الجمعية هكا اللي فيهم الخير في وجه ربي يشوفونا في اللي نحنينا هكا. هذا وتبقى هذه العائلة المعوزة تنتظر الفرج من السلطات من شدة المعاناة والحرمان، فهل سيتغير حالها إلى الأحسن؟